بعد ذلك قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة، حيث كان في استقبال جلالته الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، وسعادة السيد جاستن هيك سبرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وقد صافح جلالة الملك المفدى رعاه الله عددا من منتسبي الأسطول الخامس الأمريكي ومن القوات البحرية المشتركة، ثم قدم لجلالته شرح حول المهام التي يقوم بها الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وقد أعرب جلالته أيده الله عن شكره لقائد القوات البحرية الأمريكية وسعادة السفير الأمريكي على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدا جلالته أن العلاقة القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مهمة للأمن البحري الإقليمي وحرية التجارة. وقال جلالته: إن الأمن والاستقرار في العالم يعتمد على التدفق الحر للتجارة، وأمنه في نهاية المطاف يعتمد على ما يحصل في هذه المنطقة الهامة. مضيفا جلالته: وبالتالي تعتمد هذه المنطقة على الشراكة الاستراتيجية الحيوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار جلالته إلى أن العلاقات المتنامية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بناءة للمنطقة وتعد نموذجا للتحالفات الإقليمية. وقال جلالته: لا شك في أن تعاوننا المستمر عبر عقود من التغيرات الجيوسياسية هو محل تقديرنا العميق، ولقد عملنا معا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وإن بلدينا بحال أفضل بسبب هذه الشراكة الراسخة. من جانبه أعرب الفريق بحري جيمس مالوي عن اعتزازه بزيارة جلالة الملك المفدى، وقائلا مخاطبا جلالته: لقد تشرفنا باستضافة جلالتكم والاستمرار في روح الصداقة والشراكة التي توثقت من خلال أكثر من 70 عاما من الثقة والمصلحة المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة. وأضاف الفريق بحري جيمس مالوي: كانت لقيادتكم الثابتة وكرمكم أهمية بالغة للأمن الإقليمي ومنح الأسطول الخامس دارا في مملكة البحرين. وتابع قائلا: معا نقف مستعدين للتعاون من أجل ضمان الأمن والسلامة الإقليمية وردع أعدائنا.